تستأنف محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم محاكمة 494 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف بمنطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية في أغسطس 2013. كانت أعمال شغب الإخوان في منطقة رمسيس قد أسفرت عن مقتل 44 وإصابة 59 آخرين، من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيهم، وتنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.